جدا ونخوة خوة ودي ميزتها بيطلع كتير مسافة الماراثون 10 كيلو احنا حاسبينها مرة واثنين وثلاثة وتأكدنا ان هي 10 كيلو لان ده شرط من شروط التسابق 10 تسمي يعني ايه سبب اختيار الاسماعيلية تحديدا لقمة هذا الحدث التاريخي؟ السبب ان معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي بحب اسماعيليه واول زياره بعد تكليف وزير للشباب والرياضه اختص محافظه اسماعيليه كنت افتكر كان يوم العيد في المكتب بتاعه بيتصل بيا بيقول لي الخميس الجاي احنا في اسماعيليه فاديت مؤشر ان اسماعيليه لها اسم اسماعيليه رياضيه هو حابب اسماعيليه محافظه جميله تستاهل اكتر واكتر